يعني انت ناوي تطحش على ايكيا ان شاء الله؟ ان شاء الله. بنعطيكم 40% خصم اي شيء بالمحل. يعني 100 سجاده مجانا. يعني 100 سجاده مجانا. يعني ان شاء الله في عندي هدف اني لازم اسوي كل شيء، كل شيء عندي لازم يكون 15 محل. لك فخر والله، بنفتخر بهيك شباب، بهيك بزنسز عربيه موجوده، بيستحقوا مننا كل الدعم. ونحب كلكم، هوم سنتر لديكم، لا خوف عليكم. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدينة إنديانابلس في ولاية إنديانا بنقلكم اليوم يا هلا. جايين اليوم على واحد من معارض الأثاث الرائعة، بس ولكن القصة وراء هدول الناس اللي هن فاتحين هذا المكان قصة جميلة جدا. هي عبارة عن شباب فلسطينيين موجودين هون في أمريكا، الآن يمتلكوا 5 فروع بسم الله ما شاء الله، وبطريقهم أن يفتحوا الفرع السادس. تعالوا نشوف الترتيب، نتعرف عليهم ونورجيكم مين هدول الشباب ونعطيكم العروض المميزة يلي بيعملوها. تفضل. أنا اسمي مدحت أبو عواد، من ترمسعية فلسطين، عايش بإنديانابلس إنديانا. قديش صار لك في إنديانابلس؟ من 2012. ليش أجيت على إنديانابلس؟ والله إنديانا بلد حلوة يعني وجميلة وبنحبها، فيش فيها أزمات، ويعني بلد ممتازة والله. خبرني شوي عن تجارة الأثاث في أمريكا. والله تجارة الأثاث ممتازة الحمد لله، مليحة. إحنا هنا عندنا 4 فروع 5 فروع، قريبا ما نأخذ السادس إن شاء الله، وفي عندنا فرع بشارلوت نورث كارولينا كمان. بنجيب كل بضاعتنا دايركت، ما بناخذ من امريكا، كل بضاعتنا دايركت احنا بنجيبها من الصين، من ماليزيا، من تركيا، كل المناطق. بسم الله ما شاء الله معلم، عم نشوف اثاث مرتب فاخر على الاخر. يا حياك الله. بدنا شغله هيك، انا اي مكان بروحه بنعطي متابعين يا هلا عروض. يا حياك. شو العرض اللي بدك تقدم لنا اليوم؟ اليوم لك ولجماعتنا في يا هلا بقناه يا هلا، بنعطيكم 40% خصم اي شيء بالمحل على الـ5 محلات. ما شاء الله. بعطيك كلمه السر يا هلا. 40 يا هلا، بدك تقول لي يا هلا على الكاش عشان تاخذ ال 40%. 40% يا جماعه 40% على كل الاثاث الموجود، اي شيء على سعر البيع، اي شيء من الايلات، اي شيء بالمحل 40% خصم. ما شاء الله تبارك الله، الله يطلع لك البركه. الله يحييك. عمي حكمه، لوين جايين؟ على هوم سنتر، اول محل بلشنا به. هذا أول محل بلشت فيه. نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نشوف الترتيب. تفضل. أنتوا شو الشيء المميز عندكم؟ الشيء المميز عندنا هان في اللوكيشن هذا، إنه عندنا A to Z، كل شيء بيلزمك للبيت. يعني بتيجي بتأخذ بيت جديد، بتيجي عندي كل شيء، حمام، مطبخ، كليننج، كل شيء عندي موجود باللوكيشن هذا. انا شايف حتى هون عندك سيارات. عندي سيارات، عندي تنظيف، عندي الله. كل شيء موجود هون. يعني انت ناوي تطحش على ايكيا؟ ان شاء الله. ان شاء الله قريباً. باذن الله تعالى حتلاقوا فرع جديد لعمي مدحت، ان شاء الله منافسه لايكيا، لانه بسم الله ما شاء الله باذن الله كل شيء بدك يا موجود هون، مواد تنظيف على سيارات، على حرامات، سجادات، كل شيء، برادي موجود عندنا، اي شيء بدك اياه موجود عندنا للبيت. يعني اذا بتيجي بيتك فاضي بتاثثه من A to Z، كل شيء. بدي هذا السؤال، هذا قديش عمرك البركه؟ تفضل. 33. ما شاء الله تبارك الله. يعني هي الشغله شغله جميله هيك، انه شبابنا اليوم بسم الله ما شاء الله عم يفتح بزنس ويوقف ويوقف على رجليه. الحمد لله. الواحد لازم يتعب، لازم يضل على راس عمله. يعني بزبطش انا اجيب مثلا ناس تشتغل عندي واحكي لك اقعد انت بالمحل وانا راح اطش. بدك تضل على راس عملك كل يوم، بدك تفتح مع شغيلتك وتسكر مع شغيلتك عشان تبقى عارف كل شيء بالمحل بصير وراك. عمي مدحت وين هلا رايحين؟ وين اخذنا؟ وين خاطفنا هلا؟ رايحين ان شاء الله على المخازن. على المخازن ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. هون قريبه المخازن. يعني المخازن
5 دقائق عن المحل، وبعدها ان شاء الله راح نروح على الكينج فيرنيتشر ما شاء الله المحل رقم 3. لك وين يا عمي مدحت؟ هلا عمي يسعدك. لك وين طالع يا حبيبي؟ يسعدكم. لك الله يقويك يا رب. بسم الله ما شاء الله. شو هالترتيب؟ هذا هون المستودعات. هذا هو المستودعات، بتشتري اليوم تعمل بيك اب اليوم او بيجيك دليفري تومورو. ضاعتنا وهي هوم سنتر جروب. هاني يشهد، هاي الهوم سنتر يا جماعه الخير، هوم سنتر جروب. بسم الله ما شاء الله. شباب عرب فلسطينيين موجودين هون بامريكا، اللهم صل على النبي. الله يحييك. لك فخر والله، بنفتخر بهيك شباب، بهيك بزنسز عربيه موجوده، بيستحقوا مننا كل الدعم. ونحب كلكم، هوم سنتر لديكم لا خوف عليكم. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. قديش مساحتهم هدول المستودعات اللي عندها؟ مهان 100 هون. 100,000 ما شاء الله قدام. ضاعتكم عندكم؟ ضاعتنا الدليفري على طول؟ على طول. طيب وين حتاخذنا هلا؟ هلا على الكينج. على الكينج؟ تفضلوا. بسم يا الله ما شاء الله. يا هلا. مدحت بيك وين جايبنا؟ حياك على الكينج. على الكينج، هذا الفرع الثالث. الفرع الثالث. بسم الله ما شاء الله، تعالوا تفضلوا لنشوف الفرع الثالث. حبايبنا متابعين يا هلا، راح نعمل لكم عرض. بدنا نوزع 20 سجادة لأول 20 زبون بيجوا عندنا على المحل. الدورادو 5x8 فري. بتيجي على المحل بتحكي أنا من قناة يا هلا، بتاخذ سجادة فري وبتروح. أنا قناة يا هلا. يا حياك الله. حياك الله. وهي معلم يعني إياها إحنا جاهزين ما شاء الله. يعني معلم 20 سجادة ما شاء الله تبارك الله، أنت عندك 5 فروع. نعم صحيح. يعني 100 سجادة مجانا. يعني 100 سجادة مجانا، يعني معناتها 100 سجادة مجانا مقدمة لمتابعين يا هلا من هوم فرنشر جروب. نعم صحيح، هوم سنتر جروب. هوم سنتر جروب ما شاء الله تبارك الله. الله يطرح لك البركة. الله يحييك. الله يكرمك. وين هلا جايبنا؟ هلا هذا اجدد فرع عنا. اجدد فرع؟ هذا اجدد فرع عنا ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هذا رقم 5 ان شاء الله، اجدد فرع. بسم الله، تعالوا نشوف الترتيب. تفضل. معلم حتى انت عندك هون لبس وزي موجود. زي الدكاترة. زي الدكاترة موجود. والممرضات. والممرضات موجود. يعني انا فيني اصير دكتور هلا، اشتري هدول وصير دكتور. يا هلا 100%. يا هلا. شو الحلم تبعك؟ يعني ان شاء الله في عندي هدف اني لازم اسوي اكل شيء، اكل شيء عندي لازم 15 محل ما شاء الله. يعني ان شاء الله لازم اعمل. اللهم صل على النبي. اليوم ما شاء الله 5 وهلا فتحوا السادس. اليوم 5 هان ونفتح في السادس. هلا في انا داخل كمان مع ناس يعني محلات، في عندي كمان واحد بشارلوت نورث كارولاينا ما شاء الله، في عندنا بكانتن اوهايو كمان واحد Yeah. ما شاء الله تبارك. وفي عندنا بتنسي كمان واحد، فالحمد لله يعني بدخل مع ناس والحمد لله يعني الله يبارك في الشراكه. الحمد لله. الله يبارك فيها ما شاء الله عليك يا جماعه الخير. بسم الله ما شاء الله. هون اخونا مدحت، واحد من الشباب اللي بالفعل بنفتخر فيه هون، عمره 33 سنه، اللهم صل على النبي. الله، ابن سوق، ابن مصلحه، مصلحه الاثاث. بسم الله ما شاء الله، الله يطرح لك البركه. الله يحييك ويوفقك ويبارك لك. من ولايه انديانا ومن سلسله فروع هوم سنتر فرنتشر، شو بنقول؟ يا هلا. يا هلا بيكم. سلام عليكم.